اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عيب الاطفال. بس فجبت لكم معايا لعبه ايه النهارده. ايه ده الله، هنتعلم ان احنا ازاي نقدر نعمل في البيت الصوصال. ازاي الصوصال بنفسنا في البيت؟ الله، بصوا هنحتاج بقى حاجات سهله قوي اقول لكم بقى عليها دلوقتي عشان نقدر ان احنا نعمل الصوصال في البيت. هنحتاج ميه وهنحتاج زيت بتاع ممكن زيت الخضار، وهنحتاج العجينه ممكن مثلا ان احنا نجيب دقيق. اوكي، هوريكم بقى دلوقتي بالخطوات عندنا احنا نعمل الصلصال ده في البيت ازاي. اوكي، بصوا اول حاجه بقى حطينا هنا ده الدقيق، هنحط ادي دي كوبايه واحده وادي دي كوبايه تانيه. اوكي، حطينا كده بقى كوبايتين دقيق وادي دي كده الكوبايه التالته، وبعدين حطينا بقى بصوا ده السكر. اوكي، كوباية سكر واحدة. اوكي، وبعدين هنحط بقى عليه ايه تاني؟ دي كوباية مية. اوكي، بعد كده هنحط بقى الزيت اهو معلقة واحدة. اوكي، بعد كده هنحط ايه، نقلب بقى بمعلقة كده. الله، شفت بقى شكله حلو ازاي كده. بعد ما قلبنا بقى كتير العجينة بقى ابتدت ان هي تنشف. اوكي، نحطها بقى ندوس كده عليها. اهو، وبعد كده اعملها بقى اقعد الفها كده اعمل لها رولينج. اوكي، عاملة زي العيش كده. بصوا عجينة كبيرة ازاي. احنا كده يبقى خلصنا، بس فاضلي حاجة واحدة عايزين بقى ان احنا نقسمها. اوكي، نقسمها بقى كده ونقسم بقى الحتة دي كمان كده. اوكي، بعد بقى ما قسمناها عمل لها بقى رولين كده. اوكي، واو، بصوا عملنا رولينج بمنتهى السهولة. عملنا بقى كده تلاتة، واضغط بقى كده ونضغط بقى كده هنا كمان ونضغط بقى هنا كمان. بعد كده بصوا هنحط ده زي مستورد عشان ده اللون اللي احنا عايزين نعمله بيه. فاحنا عايزين نعملها ده لون الايه، الاصفر. هنحطه بقى كده كله الاصفر هنا. اوكي، دي الالوان اللي عندي. ممكن احنا نستخدم بقى اي لون يعجبنا، المعجون اللي فيه الالوان ده. اوكي، وهنا اللون الاحمر. وهنا اللون الازرق. بصوا حطيت بقى كده ثلاث الوان مختلفه للصلصال. اوكي، بعد كده بصوا هنستنى بقى عليه شويه. اوكي، بعد كده بقى ايه، هنمسكه وهنقلبه بقى مع بعض. استنى هوريك دلوقتي هعمل فيه ايه. همسك بقى الجزء ده كده وده كده وده كده. نجيب بقى زي ورقة كرتون كده ونحطه بقى كده عليه اهو. بصوا انا لبست بقى جوانتي عشان اللون كله يخش فيه، ما يخشش في ايدي الالوان بتاعته، عشان وحطينا الكرتون تحت عشان ما توسخش الدنيا. هقعد بقى نفعصه بقى كده. اوكي، لحد ما ياخد كل اللون اللي احنا عايزينه. بص بعد ما خلصت بقى التجربة دي، ايه، عملت بقى الصلصال شكله جامد اوي. بصوا باللون الاصفر واللون الايه الازرق واللون الاحمر كلهم بقى عملت لهم ميكسينج كولرز بالوان مختلفة. وده الصلصال انا عاملاه بنفسي في البيت. واو، ممكن بقى كمان ان انا اجربه لكم. كانت فعلا سهلة جدا التجربة بتاعته، وكانت ممكن اي حد يقدر نعمله في البيت. قلتلكوا بقى كده المواصفات بطريقة سهلة قوي. انا عن نفسي عجبني جدا جدا جدا،
ممكن دلوقتي بقى اجيب اللعبة اجربها لكم ونختبره بقى مع بعض، ونشوف يا ترى بقى هل الصرصار ازاي كده هيقدر ان هو نلعب بقى بيه عادي زي ما بنلعب في بقية اللعب ولا لأ. بصوا هجيب لكم بقى دلوقتي اللعبة اللي بقول لكم عليها، ونقعد نشكله بقى على شكل ايه زي مكرونة وحاجات طويلة كده هتعجبكم قوي. بصوا اهو جبنا بقى دلوقتي اللعبة التانية وهنفتحها بقى كده ونحط بقى فيها الصرصار اللي احنا عملناه ونلعب بيه زي الصرصار اللي جاي من بره بالظبط. اوكي بصوا بقى العلبة اللي هي لونها ازرق هنحطها نفتحها بقى كده ونحطها بقى كده. واو وحطيناها بقى كده، وبعدين هنضغط بقى عليها كده جامد اوي. بص بقى طلع مشرشر ازاي، الله ده طلع صرصار عادي جدا جدا جدا. طبعا ده اصحابي مصالح للاكل، اتمنى اصحابي ان هو يكون عجبكم. بليز قولي في الكومنتات رايكم فيه، بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا اي لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم فرق جديد من فيديوهات عيب لطفول. توحشوني يا اصحابي، باي باي.